فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الحاسد لا يضر إلا نفسه، وأنه لن يمنع عطاء الله للمحسود. السؤال: لماذا أمرنا الله أن نتعوذ من الحاسد إذا كان لا يضر إلا نفسه؟ يعني أنه هو يصيبه الهم أكثر من إصابة المحسود، يصيبه الهم والاحتراق أكثر مما يصيب المحسود. نعم.